مشاهدينا الأكارم، أكثر من أسبوعين منذ انطلاق مهرجان صيف قطر، وتقريباً لليوم أكثر من 100,000 زائر، وبدأ العد التنازلي، باقي لنا أسبوعين تقريباً ويخلص المهرجان. ودعوة نقول اللي ما جاء في مجال أيضاً يقدر يجي، باقي لنا أسبوعين. لكن بداية حلقتنا اليوم راح تكون من صيد السمك. الشاطر اللي بيصيد، الشاطر اللي بيصيد، الشاطر اللي بيصيد، الشاطر اللي بيصيد. يلا 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 يلا، لازم شيلها شوي شوي شوي، لازم شوي شوي. ها اللي تشوفونها بعيده تعالوا حق القريبه هنا. وفي هذا المكان الصغير الملموم في هذه الجلسة العائلية راح أتعرف مع أحد المتواجدين في مهرجان صيف قطر، وصيفنا دائما أحلى بوجود العائلات، نقول أولياء الأمور، أمهاتنا الكبار أيضا اللي مشاركين ولهم تواجد في هذا المكان. أول شيء في البداية عرفني عليك طال عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم، أخوك محمد الكواري. ونعم اخوي محمد، ما شاء الله انتوا العيال، هاي كل العيال ما شاء الله. اي الحمد لله. ولا حد من العيال بعد يلعب برا؟ لا، في واحد برا يلعب. يلعب برا. ايه نعم. ان شاء الله بعد نحصله وناخذ معاه لقاء. ان شاء الله. زين نقول لي اخوي محمد، في هذا المكان الصغير انا لاحظ حتى اليهال على بساطتهم وعلى سجيتهم وعلى طبيعتهم. طبعا المكان هذا يعني احنا ككبار توفقنا فيه اكثر من المبنى القديم، اول شيء وجود المواقف تحت الارض. مواقف مظللة، الجو طبعا ما يخفيك يعني ولا يخفي الجماعة، الحمد لله رب العالمين من فضل الله علينا الجو حار. وجود السيارة تحت هذه كان أول شيء، حتى وصولنا كان وايد سهل للمكان. الرسومة أتوقع أنها معقولة، مش كثير غالية، مش كثير هاي. طبعا اللي عنده أكثر من طفلين ثلاثة بيحس. بالنسبة للألعاب أعتقد أنها مناسبة. بالنسبة حق برع وبرع قطر لما أكثر تقارن. أكثر من 100 لعبة. لا شك أكيد نعم، خصوصا إذا تأخذ هذه اللي هي البطاقة المفتوح لك المجال ان الولد يلعب اللي يبغي بدل ما تاخذ له 10 و10، مفتوح له المجال. المكان الحمد لله بارد، الخدمات متوفره، دورات المياه متوفره، المصلى جزاهم الله خير، وقت الاذان تسمع الاذان، فما اعتقد من قصور. طبعا 90% من الالعاب اللي حق هذا العمر 6 سنوات وقل موجهه مجانيه يعني، مجانية. نعم. ما في رسوم. اذا اشوف حتى الصغيره تبي تقول شيء، ايش تبي تقولين؟ شنو؟ يا انت الله تحبين تلعبين؟ تلعبين مع بابا؟ بابتي بابا. الله، تلعب مع بابا وانتي؟ اي العب مع ابوي. زين الحين شو نسوي؟ ركبتي شيء يعني نساعدك احنا نركب وياك؟ لا عشان ها؟ تبي تقول شيء؟ تبي تقول شيء؟ ما ادري ايش تبي تقول. تبي تقول؟ ما ادري. مبسوطه؟ خذ منها انت اللقاح. وانت ايش تبي تقول؟ مستانس؟ ايه. ها؟ ايه مستانس. لعبت العب وايد مع الصبيان؟ ايه. بعد تلعب العب مع البنات ولا لا؟ لا لا، كفو عليك. وانتي شو لعبتي؟ لعبت ابوي. الله، وحين شو تلعبين الحين؟ معجون. معجون؟ الله، تلعب معجون. وانتي تلعبين معجون؟ ايه تلعب معجون. وانتي معجون بعد. يعني لاحظ اخوي محمد فرحه في طبعا عيون الاطفال وكل من تواجد في مهرجان صيف قطر. انا طبعا اشكرك اخوي محمد، نتمنى لكم ان انت والعيال يكون اليوم جو عائلي، مبسوطين في تواجدكم في بين المجموعه الكبيره من اهل قطر ومقيمين قطر وزوار قطر. اتمنى نشوفك مره ثانيه ان شاء الله. جزاكم الله خير ومشكورين على المقابله الطيبه. تسلم 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 اخوي محمد. بعد عيال اختي لزموا علي الا العب وياهم هذه اللعبه. قول لي شو اسمك؟ جبر. جبر. ونعم. وانتي؟ موزه. موزه. وانتي؟ مهره. مهره. وانتي؟ وديمه. وديمه. وديمه ومهره وموزه وجبر. زين شو اللي عجبكم وديمه في اللعبه ذي؟ انها تدور. حلوه؟ حق اطفال قدكم يعني؟ مهره شو اللي عجبك من الالعاب؟
هذه اللعبة؟ زين، وانت موزة؟ هاللعبة. هاللعبة؟ ايه. ويبر؟ هاللعبة. هاللعبة؟ يعني كلهم عزمين ان هذه اللعبة هي الأحلى. يلا فرونا. انا اكيد اني انا مستمتع وياهم، مستانس في وجودي معاهم في هاللعبة، وبشارككم بعد، بشارككم. يلا نلف. هو الساحر شيء الأطفال كتير بتحبه وبتنجذب له، وملاحظ دائماً إنه الأطفال بيجوا إقبال كتير عليه، فحبينا يكون في فكرة جديدة إنه يطلع ساحر خفيف ظل وروحه مرحة وعنده تريكس كتير حلوة بتنجذب الأطفال عليها، والحمد لله كل يوم عم نلاقي إقبال والأطفال عم تجي وتسأل كتير عن العرض. هو المشاركة الحلوة اللي بيصير إنه الساحر أو اللي بيعمل ألعاب الخفة بيحب يتواصل مع الجمهور بإنه يطلع كم طفل لعنده وهن يشاركوه باللعبة، مشان يعني يحسوا إنه هن اللي عم يعملوها ويحسوا إنه هي حقيقية. الساحر بيكون موجود يومياً على الستيج، بيطلع من الساعة 9:30 للساعة 10، ومن بعده لحتى نكفي البرنامج ونجذب الأطفال بيلحقوا رقصات بسيطة للأطفال، وأيام بتشاركوا شخصيات حتى يكونوا مشجعين للأطفال والرقص، وبالنهاية في تصوير لكل الأطفال إذا بيحبوا ياخذوا صور تذكارية. اليوم لاحظنا انه في اقبال للكبار والصغار، لانه الماجيك شو العاب الخفه بتجذب الكبار والصغار، حتى الفعاليات اللي على الستيج هي شامله للكبير وللصغير، يعني في مسابقات بتشمل للاطفال وهدايا بتتوزع، وفي كمان هدايا بتتوزع للكبار، والمهرجان ككل هو مو بس للصغار، للصغار وللكبار. بدي ادعي جميع الاطفال والعائلات انهم يجوا، لانه المعرض بس مدته شهر وهو بالسنة مرة بس، وكتير بيكون حلو، وبتمنى جميع العائلات تنبسط، وإن شاء الله تكونوا عجبتوا بفعاليات الستيج، وشكراً لكم. بدي أسمع تحية كتير كبيرة لكل الأطفال. خدوجة، بابا خدوجة، شلونك؟ زيك؟ زيك يا خدوقة؟ لا ما تبي ترد علي. أكيد الألعاب شغلتها فعلاً، اللعبة يمكن هذه نلاحظ عدد كبير من الأطفال صغار السن، يمكن هذه اللعبة تناسبهم كثير، حكم أنهم يحسون يمكن بالرمل أو أنهم يفكرون نفسهم على بحر فعلاً، ويمكن كثير من الأطفال يحبون اللعب في الرمل. لكن خلوني أسأل أبو خديجة، أسأل أبو خديجة، حياك الله. الله يكرمك أبو خديجة، إيش رأيك في مهرجان الدوحة أو نقول صيف قطر في هذا المكان المغلق العائلي؟ صراحة ممتاز جدا، يعني أنا ده أول يوم ليا أجي فيه، بس طبعا بناء على طلب الأسرة لازم نكرره تاني قبل ما ينتهي يعني، لكنه ممتاز جدا، من أكبر المهرجانات اللي أنا شفتها لحد الوقت هنا، اتمنى ان هو يتكرر، واتمنى في عيد الاضحى يكون اكبر واكبر ان شاء الله. ان شاء الله، لكن انا لاحظ انك تصوت على خديجه وخديجه ما ترد عليك. مستمتعه جدا يعني، يعني من اول ما جيت وهي تلعب في الرمل. والله انا عندي دوام بكره لكن مش قادر اروح عشان هي مستمتعه. وعلى فكره كثير يمكن من خلال تواجدك خارج هذا المكان المخصص للاطفال لاحظت كثير من العائلات او النساء يبغون ياخذون عيالهم، لكن العيال ما يبون يطلعون. ده انا لسه ما خلصتش نص المهرجان، يعني انا لسه في البدايات كمان. ان شاء الله تنبسط وينبسطون ايضا الاطفال في هذا الجو العائلي اللي يناسب جميع الاعمار وجميع الفئات. صحيح والله، وزي ما قلت لحضرتك اتمنى يتكرر كتير جدا جدا ان شاء الله. بارك الله فيك يا اخوي محمود، بارك الله فيك. يعني مثل ما شفتوا عدد كبير من اليهال الصغار فعلا اللي مستمتعين في هذه اللعبه ولا ودهم يطلعون، لكن انا بطلع عنهم بروح مكان ثاني واخليهم ياخذون راحتهم يلعبون ويستمتعون. يمكن حتى في ناس ما يبون يبدلون هاللعبه من الاطفال من يدش لين يطلع يروح البيت وهو يلعب هذه اللعبه.
من أول يوم جيت في مهرجان صيف قطر وشدت انتباهي هذه اللعبة وكنت حابب أجربها، والحين راح أجربها وأختم فيها حلقتنا اليوم، وادعوا لي. في أمان الله.